وفي هذه اللحظات ينطلق الربع الثالث من هذا اللقاء، والكرة لمصلحة المنتخب الأردني، ونشاهد عودة سام داغلاس، والتمريرة رائعة كانت من سام داغلاس إلى خلدون أبو رقية، ونشاهد خلدون أبو رقية يؤدي أداء طيب في هذا اللقاء. عندنا إبراهيم إلى نيقولا، تدوير الكرة بين أعضاء المنتخب الفلسطيني، تهدئة إيقاع اللعب إلى نيقولا، وتمريرة بالخطأ تذهب لمصلحة المنتخب الفلسطيني. ثانيتين على انتهاء الهجمة للمنتخب الفلسطيني، وحنا السهوان حنا إبراهيم في عملية تصويب، وسام داغلاس على اللم الدفاعي، والتمرير إلى وسام، إلى زيد، إلى عبد الله أبو قرة تحت السلة، إلى سام، عملية الدخول من سام، خلدون برقية على التصويب الثلاثي، خلدون خارج السلة، واللم من إبراهيم. كابتن معتصم، هل هناك استعجال من قبل المنتخب الأردني لإنهاء الهجمات؟ يعني أنا ما بعتقد أنه استعجال قد ما هو يعني عدم تركيز، عرفت كيف؟ يعني بتعرف النتيجة عم تعطي طابع الراحة للمنتخب الوطني الأردني، وعم بيكونوا بشوتوا بأريحية يعني شوي، بس لازم يصير في تركيز، لأنه المنتخب الفلسطيني إذا بتعطيه مجال راح يجاريك، مش سهل المنتخب. نشاهد نيقولا على التصويب الثلاثي، واللم من أصغر أو أقصر لاعب في المباراة حنا إبراهيم، وعملية دخول من إبراهيم حبش، ومتابعة من عزمي عبد النور في السلة للمنتخب الفلسطيني. 50-34 يقلص الفارق إلى 16 نقطة المنتخب الفلسطيني. وسام السوس إلى عبد الله أبو قورة، وثلاثية للاعب عبد الله أبو قورة، لاعب جرب حظه عن الخط الثري بوينت، ونجح عبد الله أبو قورة بالرغم من طوله الفارع، وهو يلعب في مركز السنتر تحت السلة. حنا إبراهيم إلى نيقولا فضائل، عزمي عبد النور، عملية الدخول من عزمي عبد النور خارج السلة، والمتابعة والأفضلية في اللم إلى اللاعب عزمي عبد النور من المنتخب الفلسطيني. دخول من نيقولا، والتمريرة باك دور بشكل جميل إلى عادل متى، وخطأ شخصي يرتكب على عادل متى من قبل اللاعب خلدون أبو رقية. خلدون الخطأ الشخصي الثاني كما يشير الحكم الدولي بن الطيف من تونس. هذا هو اللاعب عادل متى، لاعب المنتخب الفلسطيني. الأولى داخل السلة، هل باعتقادك كابتن معتصم بأن المنتخب الفلسطيني قد يعود إلى اللقاء؟ يعني صعب، مش سهل الموضوع، المنتخب الوطني الأردني ما راح يسمح لهذا الإشي، بس أنا باعتقادي ممكن التبديلات بهدف إراحة اللاعبين قد تؤثر شوي بأنه يصير في مد وجزر بالنتيجة بالنسبة للربعين الثالث والرابع، أما النتيجة كفرق راح يضل الفرق زي ما هو بالنسبة لمنتخبنا، وأنا بتوقع حتى ممكن أنه يزيد. كان الخطأ من اللاعب عبد الله أبو قورة، الخطأ الشخصي الأول على اللاعب عبد الله أبو قورة، 9 نقاط لهذا النجم لاعب نادي العلوم التطبيقية. إلى إبراهيم حبش، إلى عزمي عبد النور، تصويب واللم من زيد عباس، إلى سام داغلاس، سام في عملية الدخول من سام، ويرتكب خطأ على سام داغلاس من قبل اللاعب نيقولا فضائل. يدخل الآن نيقولا فضائل بالخطأ الشخصي الثالث، و10 نقاط لنيقولا من المنتخب الفلسطيني. نشاهد سام داغلاس على خط الفري ثرو، الأولى داخل السلة، والثانية أيضا في السلة لسام داغلاس. 7 نقاط لسام، 55-36. وخطأ شخصي على اللاعب إبراهيم حبش، الخطأ الشخصي الرابع،
وأول لاعب يدخل بالخطأ الشخصي الرابع من المنتخب الفلسطيني، ودخول اللاعب رقم 8 هو اللاعب عدي إبراهيم هلال، النزول الأول لعدي هلال، ودانك رائع لزيد عباس، والتمريرة الأجمل من سام داغلاس يضعها بشكل جميل 57-36 لمصلحة المنتخب الأردني. دفاع من المنتخب الأردني والحيازي بمصلحة المنتخب الأردني، وسام السوس إلى عبد الله تحت السلة ويضع نقطتين عبد الله، ويحصل على خطأ كابتن معتصم انتفاضة المنتخب الأردني في هذه اللحظات. زي ما حكيت لك في بداية الجيم، المنتخب عنده، منتخبنا الوطني عنده خيارات متعددة وأوبشنز كتيرة. المنتخب الفلسطيني دائما بيبدأ الكوارتر الأول والثاني بطريقة كتير حلوة وبيجاري المنتخب اللي أمامه، بس بالثالث والرابع بصيبه إرهاق أو عدم تركيز بسبب قلة الخيارات، ويعني الوقت الطويل اللي عم بيلعبوه اللعيبه بداخل الملعب، وتنساش انه امبارح لعبوا مباراه قويه وقبله مباراه قويه، فلاعبين ما راح يقدروا يجاروا منتخبنا او الوضع اللي هم فيه هلا. نذكر بان المنتخب الاردني في حاله فوزه في لقاء اليوم سوف يلتقي المنتخب المصري غدا الساعه 6:00، وبانتظار الفريق الرابع المتأهل من لقاء منتخب بيلاروسيا والمنتخب اللبناني الساعة 8:00 من هذا المساء من في صالة الأمير حمزة. كابتن معتصم، ماذا تقول عن لقاء منتخب بيلاروسيا والمنتخب اللبناني؟ المنتخب اللبناني أداؤه عم بتحسن من مباراة لمباراة، يعني شفناه بعد مباراته أمام فريقنا في افتتاح البطولة في تحسن على أدائه، شفنا فوزه اليوم على المنتخب في مباراته الأولى ضد المنتخب الكويتي، كانت مباراته قوية وحصل الفوز، وبعتقد أنه مباراته مع بيلاروسيا اليوم راح يكون وضعه كتير قوي، يعني شفنا مبارياته السابقه كانت في 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 اداء في انسجام بالرغم من وجود عناصر من الشباب كثيره وغياب معظم النجوم. المنتخب البيلاروسي بالحقيقه توقعته افضل من هيك، يعني منتخب يعني بيمتلك اجسام وبيمتلك سرعه وبيمتلك كل شيء، بس يعني شوي في مشكله بتنظيمه بالرغم من انه اداؤه اللي لعبه امبارح امام المنتخب المصري بدأ بداية كتير ضعيفة، لأنه خلص المباراة بطريقة كتير قوية وعمل كامباك ورن على المنتخب المصري بعد ما كان الفارق 20 نقطة، نزلوا لفارق 4 نقاط بآخر ثواني من المباراة يعني. فباعتقادي راح يكون الفوز للمنتخب اللبناني، وإحنا يعني أكيد بنتمنى نشوف 4 فرق عربية بالفاينل فور، وأنا بتوقع أنه راح يكونوا المنتخب الأردني والتونسي، أو يعني حتى بيّن أنه راح يكون المنتخب الأردني والتونسي والمصري، وبقي علينا اللبناني أمام بيلاروسيا، فإن شاء الله بفوز المنتخب اللبناني وبكون فاينل فور رائع. ونذكر بأن الفائز من المنتخب البيلاروسي أو المنتخب اللبناني سوف يلاقي المنتخب التونسي، المنتخب العنيد والقوي في